انجح في حياتك. مصير نحكي لكم على بزنس ينجم يدخل لكم برشا فلوس. اللي يسمعوا فينا الكل ينجموا يدخلوا في حاجة اسمها البيع المباشر وإلا الأملام. بش يحكي لنا عليه صاحب أكبر شركة تونسية متاع بيع مباشر أرفيا، شركة تبيع على الكتالوج. عندها اليوم اسمعوا مليح أكثر من 100,000 موزع. شركة أسست في 2013 ورقم معاملاتها اليوم ببضعة ملايين دنانير. بحذايا مؤسس الشركة صادق العريبي، مرحبا بك سي صادق. مرحبا، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين شمس افهم. مرحبا. بعد لحظات صادق العريبي نحبك تفسرنا كيفاش، خاطر يهمني ياسر يعرفوا اللي يسمعوا فينا كيفاش هو يسمع فينا ينجم يدخل فلوس. هذا المحور الأساسي اللي باش نحكيوا عليه، كيفاش ينجم يربح فلوس هو من خلال البيع المباشر. أما قبل قدم لي أرفيا، من هي أرفيا؟ بارك الله فيك. أنتخوتخ يجم يربح فلوس وحاجات أخرين، مش فلوس بارك، نحكيوا عليه بعد. أرفيا هي أول مارك أغاب تونيزيان دو فون ديريكت. دونك ديجا موجوده الفون ديريكت في بلادنا، في البلاد العربيه اكسترا، ما فماش ماركات محليه. دونك هذه ديجا كانت بدايه وكانت ان انوفاسيون اني بدينا فيها، باسكو المارشي هذا تنحكيوا عليه كبير برشا ويلزم احنا نكون عندنا ماركات باش تاخذ فيه ان بار دو مارشي محليه وعالميه. ثاني حاجه، بعد 7 سنين تقريبا توكا أرفيا هي ليدر، هي نيميرو 1 في تونس في البيع المباشر، هي توب 300 في العالم. 295 مونديال، رغم اللي تبيع كان في تونس. هي توب 20 في العالم في لي سوسيتي ام ال ام في الفيسبوك تولكون اباوت، ما تقداش الانتراكسيون البارتاج متصور في تونس بركه، واحنا ديما توب 20، وفي مارس كنا نيميرو 8 مونديال في الفيسبوك تولكون اباوت، باش تشوف العباد قداش امبليكي، قداش معناتها البارتاج اكسترا، حاجه اكسبسيونيل على الاخر. نو سوم توب 30 او موند اذا كان ناخذوا لي سوسيتي ولي مارك ام ال ام اللي يبيعوا كان في بي. اي اونفان واللي هي لا بلوز امبورتونت، نو سوم نيميرو 1 au monde اذا كان ناخذوا لي شيفر دافير بار رابور او بي بي نتاع البي اللي تبيع فيها ولا لي بي اللي تبيع فيها. شركه كيما هكا تعملت في 2013 صادق العريبي، اليوم عندها اكثر من 100,000 موزع. كيفاش نجمت تعمل هذا الكل؟ قبل هذا الارقام باش يكونوا واضحين، هما يوصلوا حتى ل 200,000، ما فما عباد تنجم تدخل وما تعديش كما عندها. دونك مي هما نوريو اللي فما برشا عشرات الالاف اللي هما انتريسي، وفما شكون يتعدى الاكسيون فما يقعد خايف ولا يقعد يسال اكسترا اكسترا. صحيح اكثر من 100,000 اللي هما امو عداوا ان كوموند، لكن نزيد نقول لك انا ديزانفورماسيون، فما 20,000 فوندور شاك موا كي سون اكتيف، وهذوما يربحوا فلوس بالفونت. خاطر كي ربح الفلوس، اذا كان نحكيو على ربح فلوس بطريقتين، كي تبيع باسكو انت تشري افيك ان ريدكسيون دو 30% اللي تربحها، 20,000 هذوما يربحوا فلوس بالفونت. داكوردو، الجام مويان الجام مويان دام فوندور، فما شكون يربح مليون، فما شكون يربح 2 مليون. الجام مويان هو 120 دينار تاع ال 20,000 هذوما، معناتها فما معدل الربح، الربح بالفونتك هو، خاطر شو الربح في ار في اكثر في البريم وقت اللي تكون عندك ايكيب. هذا بالفونت المعدل 120 دينار، 120 دينار في الشهر معدل. دونك كمعدل دونك 20,000، تشوف انت تعطيك فكره على كيفاش ار في قاعده تعطي في مورد رزق لبرشا عباد، والا اضافه على مورد ديجا موجود. داكوردو، لكن نزيد اكثر من 1500 منهم يربحوا اكثر من 300 دينار. داكور، دونك حاجه مهمه برشا. لكن الربح اللي اكثر في ارفيا هو في وقت اللي تكون عندك ايكيب، وقت اللي تكون عندك مجموعه وتشجعها وتفورميها اكسترا. هنا عندنا اكثر من 5,000 واحد عنده بريم باغ موا، داكور، وهنا فما شكون بو اتاندغ ميم لي 20,000 دينار باغ موا. نعم 20 مليون في الشهر. ايه، وفما بيان سور لي 10، فما لي 8، فما لي 5، فما لي 3. اللي امبورتون دو سافوار لا موين، لا موين الي دو 200 دينار. علاش؟ خاطر فما برشا اللي يربحوا 40 50 20 افي كو بيان سور، مش برشا الناس اللي مثلا تقريبا مئات يربحوا فوق ال 100 دينار، حاجه مهمه برشا. فوق ال 1000 دينار كل شهر بالمئات. داكور، اقل من 100 تقريبا. يبيع يعني نحكيو على سا غيست اون يتسمى بيع على الكتالوج، يعني هكا ولا شنو تبيعوا بالضبط؟ احنا عندنا كاتر جام، عندنا لا كوزميتيك ناتوريل، عندنا المكياج، عندنا لي بارفان اي لي كومبليمون اليمونتير. دونك هذوما هما ارفيا، معناتها ار سي ارغون، فيا سي الويفيرا، معناتها عملنا على الكاليتي. دونك وقت اللي بدينا راهو نذكروا بدينا ب 12 برودوي ماناش معروفين، معناتها عرفنا اون دوا ميزي سور لا كاليتي، ومش كاليتي عاديه. ارفيا حتى كان نهار مش تنحي برودوي باسكو شافته بتاتر ماهوش متميز على الاخر، ما نقولوش متميز شويه، متميز على الاخر، لازم يكون سوبيريور
للمنافسين باش انت تكون عندك اضافه كبيره. خاطر احنا نحبوا كي تدخل للدار الدار هذيك تعاود تاخذ ارفيا، وذاك اللي جراه هو وذاك هو يعني مش مشكل كاين واحد يحصل معناها يعني جربت خذيت خاطر شفت وجا واحد دخل لي وكذا وشرب لي مخي وخذيت برودوي اما من بعد ما عادش نرجع سي با سا دو تو معناها سي لو كونتخيغ اكور سي لو كونتخيغ دايور خمسه من منتوجاتكم تم اختيارهم منتوج السنه السناء خمسه من المنتوجات اللي تبيعوا فيهم على الكتالوج نتاعكم صحيح اكثر شركه تونسيه واجنبيه خذت دي برودوي دو لانيه خمسه ومنهم ان برودوي اللي هو دو فوا دي سويت اللي هو لا بيزونت اللي هو البست سيلر نتاع ارفيا. شنو يفسر هالنجاح صدق العريبي وخاصه بسرعه كي نقولوا شركه تعملت في 2013 شنو يفسر النتائج اللي كنت تحكي فيها هذه الكل؟ والله فما ثلاث حاجات لو تقول ثلاث حاجات. أول حاجة هي إيماننا بالرسورس إيمان، وكي نقول الرسورس إيمان مش الرسورس إيمان بمعناها التقليدي متاع البرسونالك أو لا، الرسورس إيمان أي أنت علاقة مع واحد تخدم معاه فما علاقة بيناتكم نعطيه دي لامبورتونس على الأخر، بارتنير سوسيتي دانفورماتيك نخدم معاها، سوسيتي ترونسبور، البرسونال، لي كونسي، علاقتنا بهم علاقة شراكة. وهما يسوغون كونت رابيدمون اون لوغ دون بوكو دامبورتونس. العباد في ارفيا كي يقولوا في ارفيا فاميلي هذوما اللي قلت لك عليهم كي يجينا اللي يخدموا في الانفورماتيك يحسوا بروحهم في دارهم. لي كونسي يحسوا بروحهم احنا لاهين بهم. شفت هذا هذا يعطي حاجه يعطي سحر يعطي وهو تابع لملام لملام كله فيها فما ريلاسيون سبيسيال ونبنيو في حاجه مع بعضنا ونتشاركوا في حلم. هذا هو كي في لا ديفيرونس. وفما شكون يقول لك حلم مي العباد ما تصدقوش والا ما تشوفش فيه كريديبيليتي. احنا كل حاجه نقولوها نعملوها خلات فما كريديبيليتي خلات العباد مامنين. وقت اللي قلنا لهم مش نوليو نمر واحد ولينا وقت اللي قلنا لهم مش نمشيو للانترناسيونال او شافوا في الجزائر توكا دون كيلكو موا كان موش الكونفينمون ممكن رانا كنا مشينا بيان سور عملنا حتى معمل في الجزائر دونك فما بوكو دو بيرسبكتيف وعندنا برنامج كامل للعالمية. اكسلون. شنو بقيه النقاط؟ الثانيه هي الكاليتي قلتها لك قبل. الثانيه هي الكاليتي ديجا احنا ايزو 9001 وعندنا دي برودوي لي برودوي من غير ما نطول فيه لا كاليتي. والثالثه هي ان ميتريز دو ام ال ام. اجا نقول لك واحد في اي دومين لازم يكون كومبيتون سي تان دومين سبيسيال مش بارازار اللي قلت لك ما دخلوش باسكو سي تان دومين في دي كلي دو سوكسي في مفاتيح نجاح خاصه به مش معناتها حك راسك واعمل شركه نتاع ام ال ام راهي معناتها تتطلب برشا حاجات حاجه بركه ناقصه ما تنجمش تتطلب برشا كريديبيليتي برشا كاليتي برشا اورجانيزاسيون خاصه صدق العريبي وانه فما برشا كلام على ام ال ام. قبيله كنا نسمع في واحده من الشهادات قالت ساعات نخاف يظهر فيه تحيل يظهر فيه كذا. شوف احنا شو رايك في الكلام هذا؟ رأي أنا نجمو تجم أي دومين فما حتى دومين ما فيهش تحايل. صحيح أنا نسهلها على الأخر وما يزمناش نطولوا فيه خطر كشي بيداغوجيك مو سي تخي سامبل. أنت تونسي احنا نحبوا ندافعوا على التونس. التونسي عنده شركة موجودة في تونس ما يخلص فلوس إلا ما ياخذ برودوي اللي هو يعرف اللي فما فالور أجوتي ويعرف اللي الدولة فيها قانون اللي كل برودوي يزم في الفاتورة مكتوبة 3% تمشي للدولة. ثلاثة هذوما موجودين اختم مع روحك ما فماش حاجه بركه مش موجوده لا ابعد عليها واضح دونك سي تري سامبل ماهوش صعيب باش نجمو نفرقوا باش نثبتوا بين شكون اللي حاب يتحايل عليا وشكون اللي هو سهلة برشا سهلة تاخذ موجوده شركه موجوده في تونس شركه انت كي تخلص فلوس تاخذ برودوي داكوغ والثالثه هو واللي يحب يدخل في هالمجال صادق العريبي يحب يزيد على شهريته ينطر ال 120 200 300 اللي تحكي عليه والاكثر شويه حتى كنا نسمع في شهاده قالت انا استقلت من وظيفتي باش نتفرغ فما شكون شنو يعمل؟ سهله برشا هي 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 سي تان ريزو هو معناتها يلزم يلقى ان كونسي ارفيا يدخل معه. علاش احنا نعملوا هكا باش ياطروا باش يفسر له باش يوري عندنا يعني اون بلاتفورم انترنت يعدي بها كوموند يفسرها له ولا كان ما يعرفش يعدي له هو اكسيتيرا دونك حتى كان يجينا احنا نحطوه اون كونتاكت مع ان كونسي ولا ان كونسير قريب له باش يوقع التاطير خاطر كلها تاطير وكلها فورماسيون اكسيتيرا اكسيتيرا ويجم هو يختار انه يكون كليون كاو فوالا بيان سور يدخل مي بينيفيسي دون ريدكسيون يكون كليون اوكي مي يجم بشويه لابيتي فيان او مونجون يجم هو يقول علاش لا نقول لاختي علاش لا نقول جاري اكسيتيرا و سا دوفيان سامباتيك سا دوفيان فما حاجات فيها كيما قلت لك راهو مش فلوس بركه راهو لا راهو الام ال ام فيه برشا ريكونيسونس رولاسيونيل راهو عباد تخدم
على باني اني في السواري دو ريكونيسونس تطلع والناس تصفق عليها وتاخذ القلاده وتاخذ الجائزه وكل شيء. احنا لي ماناجير ياخذوا جوائز كل ما تطلع الجراد توصل حتى البي ام دبليو داير. فما شكون دانييرمون ربحته بي ام دبليو مش بي ام دبليو تتربح اي واحد يوصل الدرجه هذيك مش هي برك دونك هذيك تخلي الحلم اي واحد مش يوصل الدرجه هذيك مش ياخذها. دكور تري واضح هذايا ارفيا وقصه نجاحها سريعا وباش نختموا. وانت جيت بحذايا قبل صادق العريبي منذ مديدة توا في انجح في حياتك صحيح صحيح وتعرفنا عليك اكثر. هذه ارفيا وكيفاش في بضعه سنوات توا نحكيوا عليها وصلت الى رقم معاملات معتبر جدا بالمليارات رقم الـ 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 المعاملات نتاعكم قربت 200 الف اللي يتعاملوا بصفه دوريه او اقل دوريه مع المنتوجات نتاعك. هذا كيفاش عملته انت صادق العريبي؟ شنو سر التميز هذا اللي عملته في الـ في الام ال ام؟ والله ساك بون السر هو يزم فما برشا كونفيونس برشا ثقه والثقه راهي مش كلمه بركه. الثقه يزم تكون عندك فيزيون يزم تكون عندك تصور شفت رؤية روحي وين تحب تمشي شفت روحي عامل الشيء هذا وانا شايف روحي خمس سنين قبل كيما رونالدو ديما نقولوا رونالدو شايف روحه. بعد اول حاجه ننصح العباد انهم ما يختاروش مش يعملوا خاطر في عباد يسون ايباربي يحب يعمل هذا وهذا وهذا. كيفاش مش يجم يعمل تصور؟ يزم يعمل تصور يزم يعمل رؤيه ويشوف روحه ناجح. ثاني حاجه هو يلزم يلزم يزم اون سو ريمي اون كوز يزمك انت تنقد روحك. انا في اي حاجه تجرى مثلا نيجاتيف نقول انا فاش غلطت حتى كان مثلا قاعدين في اداره ومش انا غلطت فاهم اولاد من الاداره غلط صحيح نجم نقول لهم لا هذا كذا لكن انا بعد كي نوخر نقول انا فاش غلطت بعد كي نشلق ما عملتلهمش فورماسيون نعمل لهم فورماسيون ديما تي تو ريمي اون كوز. واخر حاجه هي ساميوزي راهو يزمك تعمل تعمل لي شو انا فما حاجه كيما عرفتك البقل عليها ميد ان مانيير بوزيتيف voilà l'attitude هذه كمتاع انك ما تعطيش بوكو دامبورطونس وتمشي معناتها معناتها اش معناتها ما تجيش مأزق توحل لا تاخذه افيك ريكول شو تقول انت ماذا بك مؤمن انك مش توصل تقول هذه عقبه جست ما تصلح لي اش فيها الخايبه هذيك اش فيها بوزيتيف باش يوصلني شنو نتعلم منها اي لكن انا المهم عندي انا اليوم هو شنو الام ال ام انه العباد اليوم يفهموا اني من غير ارفيا انه الام ال ام راهو فرصه بالحق ويا برشا راهو اون بارل دو لا ترويزيام بلو كروند اندستري او مونت راهي اون بارل اون بارل ام ال لوسكون دي ام ال ام راهو 10 مرات قد الاندستري دو لا ميوزيك في العالم واو راهو اكثر من مرت راهي 200 مليار دولار 200 معناتها حاجه قويه ياسر دونك انا قاعد نخمم كيفاش تونس تنجم تستفاد من هذا دونك اترافيغ ارفيا واترافيغ سي ديستريبيتور كيفاش؟ انه اول حاجه ارفيا كيش تمشي العالميه تدخيل دو فيزا هذاك نقولوا حاجه عاديه نعرفوها لكن نمشي الابعد منك بما انه فما في النجاح العالمي فما برشا فلوس لكن لي بريم هذوك مش يتفرقوا نحبهم التوانسه والديريه وهما اللي يستفادوا منهم يستفادوا منهم اكثر ويدخلوا فلوس ويجم يكون كبير برشا على ذاك عملنا توك برنامج تاهيل شامل نتاع لي نتوركر هذوما فيها دي فورماسيون منهم فورماسيون اون انجلي باسكو ما تنجمش تمشي للعالم ما تنجمش تمشي للصين ما تنجمش تمشي لروسيا وانت ما عندكش انجلي دونك باش ناهلوهم للانجلي وان انجلي معناتها سبيسيفيك فهمت ومن غير حاجات اخرى نتاع كومينيكاسيون وان شاء الله تو نزيدوا نحكيوا فيها في فرص اخرى واحنا نتبعوا في التطور وليفوليسيون نتاع ار في ا مع شكرك على حضورك بحذانا صادق العريبي مؤسس ار في ا شكرا لك سيدي شكرا وبالتوفيق في بقيه شكراً. المسار الله يخليك انجح في حياتك